السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أنتم في مبادرة من أجل هذه الطريق اللي إحنا الآن نمشي فيها، الوعرة الصعبة. تكلمت لي على إنه هذه مبادرة، ولكن في مبادرات كثيرة، وإن أبناء جبل حبشي بدأوا بعملية التعاونيات وإحياء التعاونيات من أجل مجتمعهم. نعم، نحن في جبل حبشي منذ 2018 شكلنا مجالس القرى لعدد 77 مجلس. كان في يعني بحدود 964 ما بين مرأة ورجل، فقمنا بهذه المبادرة بصناعة تنموية نهضوية بالمديرية. فقمنا بإصلاح الطرقات ورصف الطرقات لمديرية جبل حبشي بشكل عام. يعني الآن معاكم أكثر من مشروع غير هذا المشروع؟ نعم، والآن عندنا أيضا أكثر من مشروع بمناطق أخرى كثيرة، أيوة، في رصف الطرقات وإصلاح الطرقات وبهذا القبيل. إذن أنتم متجهين من أبناء منطقة جبل حبشي من أجل التنمية المستدامة التي نابعة من المجتمع نفسه؟ نعم، نابعة من المجتمع نفسه، يعني ليس من الدولة ولكن من المجتمع نفسه. يعني أنتم شعرتوا بالاحتياج وبدأتوا من أنفسكم؟ نعم، الحاجة تولد الاختراع يعني. فرصف الطرق يعني بالكيلوهات غير هذه الطريقة يعني. أيوة، الآن مع الأزمة التي وجدت في البلاد أصبح أصحاب مقبنة، أصحاب شرعة، أصحاب هذا كلهم بالطرقات متجه جبل حبشي للخروج إلى العيار، علشان لأنه في حصار من اتجاهات البر. أيوة، من اتجاهات البر. كانت هذه الطريقة يعني وعيرة جدا، يعني ممكن تمشي 4 ساعات، الآن ممكن تمشي بساعة. الحمد لله. يعني شوف، الآن المجتمع عندما يستشعر أهمية وجود إنه يكونوا متكاتفين، وقبل حبشي كذا فعلوا واشتغلوا على هذا الموضوع، بدأت في طرقات سهل على جميع مواطني، مش إلا قبل حبشي، أيضا أكثر من إيش، منطقة، أكثر من مديريات يعني محافظة، بل كان الطريق حتى إلى الحديدة. أيوة، من هنا إلى الحديدة. ما فيش معكم مبادرات من أجل التنمية المستدامة، من أجل عملية أشغال النساء، الزراعة؟ إلا عملنا مبادرات للنساء في اكتشاف هذا الحرف والصناعة البخور أيوة. في نساء الآن؟ نساء، أيوة، نساء. وأصبحين يبيعين هذا المنتجات. أيوة. ومن أجل هذه الآن تربية المواشي والثروة الحيوانية موجود. أيوة، دورات. و هذا هي جبل حبشي عندما يستشعر نوعية الاحتياج. نتحدث عن مبادرات مجتمعية تساعد المجتمع للنساء والرجال على حد سواء. الطرقات موجودة، وأيضا التنمية الحيوانية موجودة والزراعية. إذا نقول مرحبا بكم في جبل حبشي، منطقة التعاونيات والعمل من أجل المجتمع. سلام.